بعد فضيحة التجسس التي تورط فيها نظام المخزن بإعاز من الكيان الصهيوني، دعا اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الدفاع الفرنسي من أجل مناقشة برنامج التجسس بيجاسوس الصهيوني ومسألة الأمن الإلكتروني. تقرير مريم دلومي. بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها صحيفة فرنسية إثر فضحها لعمل تجسس مغربي صهيوني استهدفت شخص الرئيس إيمانويل ماكرون، سارع قصر الإليزيه لعقد جلسة استثنائية لمجلس الدفاع الفرنسي لبحث القضية ومسألة الأمن الإلكتروني. ارتباك وتخبط فيما يخص مشاكله الداخلية التي انعكست على عدة ارتكابه لعدة أغلاط وعدة جرائم قد تؤثر عليه تأثيرا شديدا، خاصة بعملية التجسس الذي يقوم بها أو التي قام بها على الحكومة الفرنسية وخاصة منها رئيس الدولة الفرنسية. وفي الوقت الذي تتحرك فيه باريس لمناقشة برنامج تجسس بيجاسوس الصهيوني، يراهن نظام المخزن على القضاء الدولي في محاولة منه لتبييض صورته، غير أن الخبراء يقللون من نجاعة هذه الخطوة. هذا النظام سوف يرتكب حماقات أخرى، وهي على الرغم من أنه يحاول أن يلتجأ إلى القانون لمحو هذه الغلطة، إلا أن القانون ثابت وما أتت به جريدة لوموند صريحة ولا يمكن التملص منها. نعم، نظام بيجاسوس يعتبر من أخطر برامج التجسس الصهيونية، كونه يستهدف بشكل خاص الأجهزة الذكية، وقد تم استخدامه مؤخرا في مراقبة أكثر من 50,000 هاتف لصحفيين ومعارضين سياسيين وحتى رؤساء وملوك وشخصيات عربية وعالمية بارزة.